السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نرحب بكم في هذا النقل المباشر والحي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته 41، والذي أصبح وبات دارا لنا في هذه الأيام الجميلة التي ويعتبر فيها هذا المسرح مسرح للجميع، مسرح للحضارات وللشعوب، لتسجل الشارقة إنجازا جديدا لتاريخها في مجال الثقافة، ونجاحا كبيرا من خلال معرض الشارقة الدول الكتاب في مشروعها الثقافي الذي يقوده سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الاتحاد مادي الإنسان وباني الحضارة. إذن مشاهدينا، في آخر أيام المعرض، في هذه الأيام التي لا نود أن نختتم فيها هذه الجولات من أروقة المعرض، والحضور هنا في هذا المعرض غفير مع هذا اليوم الذي تتسارع فيها خطواتهم ليقتنوا ما لديهم من آخر الكتب وآخر الإصدارات الموجودة في معرض الشارقة الدول للكتاب، دقائق قيمة بإذن الله من خلال هذا النقل، وننتقل معكم إلى أجواء المعرض. مشاهدينا، تابعنا معكم أجواء معرض الشارقة الدول للكتاب في دقائقه الأخيرة، ودائما هذا المعرض ما يجمعنا بالكتاب، العلماء، المفكرين، القراء، زواره من مختلف الجنسيات والأعمار يتواجدون في هذه المنصة. ومع ختام هذه الأيام الجميلة حقيقة، وعندما يغلق هذا المعرض أبوابه ويذهب زواره، لا ينتهي المشوار هنا في إمارة الشارقة، إنما يبتدأ فصل جديد، فصل جديد من فصول الحكاية المعرفة والثقافة في إمارة الشارقة، ليستمر مشوار الشارقة يبث للعالم الثقافة والمعرفة من أرضه النيرة. ما زلنا نستنير معكم مشاهدينا معرض الشارقة الدول الكتاب، وفي هذه الأثناء نستضيف ضيف كريم، كاتب وروائي له في التنمية البشرية، له إصدارات قيمة يرفد بها هذه المنصات الثقافية. نستضيف في هذه الأثناء الكاتب والروائي وهيب سعيد الكمالي، أهلا وسهلا بك. الله يحييك ويطول عمرك. سعيدين طبعا مع ختام معرض الشارقة للكتاب ان احنا نكون ضيوف عندكم، ونحاول
نتطرق إلى بعض الإصدارات اللي موجودة. بإذن الله، إصدارات جميلة وعناوينها أجمل حقيقة. لكن قبل نتحدث عن الإصدارات، اليوم آخر يوم في معرض الشارقة دول الكتاب، أتوقع شعور الكاتب مختلف، وشعور القارئ مختلف، وشعور الزائر أيضا مختلف، ودور النشر وكل من يشارك في هذا الحدث الثقافي. صحيح، طبعا شعورنا ككتاب أن احنا متى راح نتلاقى مع هذا الكتاب، مع هذه خلونا نقول المهرجان الكبير اللي يقود الثقافة اليوم، اللي يقود الأمل في دولة الإمارات إلى مستويات أكبر، كذلك يخلينا نتلاقى مع أجيال جديدة حابة تقرأ وحابة تطلع على كافة الإصدارات اللي موجودة والإبداع اللي موجود في العالم الثقافي في دولة الإمارات. نعم بالفعل، يعني هذا المعرض يجمعنا بأجواء يعني لا تنسى، وحقيقة نستجمع قوانا حتى يأتي المعرض مرة أخرى في السنة القادمة، ويأتي بحلة جديدة وعناوين جديدة فنجدد بها فكرنا أيضا. فهنا هذا المعرض يبني فكر لجيل، لأجيال قادمة، لمستقبل زاخر للأمة العربية. أستاذي، اليوم نتكلم عن إصدارات جميلة، وآخر هذه الإصدارات عنوان جدا جميل وشدني هذا العنوان حقيقة، واقترنت هذا الإصدار فقط لأقرأ ما يحتوي هذا الإصدار، وهو حمدة في المدينة الشارقة. طبعا حمدة في المدينة الشارقة، كثير كانوا يسألوني عن المدينة الشارقة، ليش ما قلت مدينة الشارقة؟ هي المدينة الشارقة لأن الشارقة بظروفها مع مر السنين، مع مر القرون، هي تغيرت جغرافيا، هي امتداد للفكر الإماراتي لكافة إمارات الدولة، كذلك هي امتداد للعالم العربي. فحاولنا نخلي حمدة تغوص في آثار هذه المدن، بحيث أن تنقل لنا تجربة واحدة من هذه المدن وقصتها مع مكافحة القراصنة اللي كانوا جايين هذه المدينة. نعم، إذا يعني ما راح نتحدث عن التفاصيل أكثر، نترك للقارئ أيضا حرية يعني أو مساحة له حتى يقرأها بأريحية ويستمتع أيضا بمفرداتها وكلماتها. الكاتب هنا في معرض الشارقة الدول الكتاب عندما يصدر هذه الإصدارات ويكون له حفل توقيع خاص، يلتقي بقراءه، يلتقي بمحبينه، يلتقي بمن يتواصل معه بفكرة، فأتوقع انطلاق الإصدار من هذا المعرض هو إضافة للكاتب كما هو الكاتب إضافة للساحة الأدبية. أحسنتي، صدقتي. اليوم معرض الشارقة هو يعني من أكبر المعارض في العالم، من أكبر المعارض اللي من خلالها تشارك كثير من الدول، كذلك يعتبر هو المنصة الرئيسية لكل القراء. اليوم أي حد قاصد يبغي إصدار معين راح دفنتلي بشكل نهائي راح يلقاه في الشارقة. فالشارقة بالفعل قاعد تأدي دورها حسب ما يرسم لها قايدها وقايد هذا الفكر الثقافي في هذه الإمارة الباسمة. نعم، إذن بالفعل اليوم إمارة الشارقة تخطو خطى ثابتة نحو المستقبل، ودائما ما تكون الثقافة هي الأساس في مقياس حضارة الأمم وقوة الأمم. إذن الإصدارات الأخرى أيضا كل إصدار يختلف بعنوانه، من الإصدارات الجميلة أيضا هذا الإصدار الآخر عندنا طبعا الضفدع المغلي، عناوين تجذب القارئ، ودائما ما أقول أن العنوان هو جزء من محتوى الكتاب، فمن أين تستمد أفكارك في وضع عنوان يتناسب مع الفكر ويشد القارئ أيضا بنفس الوقت؟ طبعا الضفدع المغلي هي نظرية موجودة، تجربة تم تجربتها على الضفدع، بحيث أن الضفدع اليوم هو يحب الماي، فيقربوه من ماي ساخن وقام ما يحب الماي، ما يحب البخار الماي، ولكن سووا التجربة بشكل مختلف تماما، بحيث أنه حطوا الضفدع في الماي العادي وبعدين زادوا عليه الحرارة. الضفدع ميزته أنه يأقلم نفسه لأنه من ذوات الدم البارد، فيأقلم نفسه مع الحرارة. احنا نقول في إدارة التغيير أحيانا مع تأقلم الإنسان، المؤسسات، الدول مع التغيير، علينا أن احنا ندقق هل احنا قاعدين نتأقلم بالشكل الصحيح أو بالشكل الخاطئ. فهذه النظرية حاولنا نعكس كل المفاهيم اللي فيها
في علم الهندرة أو إعادة الهندسة، بحيث أن اليوم المؤسسات، المسؤولين، حتى على مستوى الأشخاص، لما نتكلم عن دولة الإمارات مثلا عندها شهر الابتكار، اليوم الابتكار هو عمل شيء جديد بطريقة مختلفة، عمل شيء بأسلوب مختلف للخروج بنتائج جديدة. فهذا اللي حاولنا نوظفه في هذا الكتاب، بحيث ان احنا نشرح الابتكار او منحنى الابتكار اللي هو يبدا بالاطلاق وبعدين بالانطلاق الفعلي وبعدها يوصل الى الماتوريتي او النضج. اي نعم. ففي النضوج علينا احنا جدا نحاسب، لان في مرحله من المراحل راح يبدا السقوط، واحيانا السقوط يكون قوي جدا، فعلينا ان احنا نحاسب انفسنا ونشوف تغييرنا وتاقلمنا مع هذا التغيير، هل هو تاقلم صحي ولا غير صحي بشكل دقيق جدا. وهذا اللي حاولنا نوظفه في هذا الكتاب وفي هذا الاصدار، وان شاء الله انه ينفع كثير من الاشخاص او حتى المؤسسات. بالفعل اليوم نحتاج الى التغيير في حياتنا استاذ وهيب. فلما نتحدث اليوم عن التنميه وانت ايضا مختص في مجال التنميه البشريه، نحتاج الى التغيير، الى الخروج من الروتين اليومي ايضا على مستوى حياتنا الشخصيه. فبوجود هذه الكتب اللي تعيننا وتعين الادارات والمؤسسات والدوائر، اتوقع نرتقي بحياتنا الشخصيه وبحياتنا المهنيه ايضا، وكل شخص مختص هو جزء ايضا في رفدنا بهذه المعرفه. وهذا الكتاب وهذا الاصدار اتوقع مهم ايضا لكل شخص يبحث عن الخروج عن المالوف، لان الحياه اصبحت تتطلب التميز. صحيح. الابداع، لا نعيش الان في حياه روتينيه. فاتوقع هذا الكتاب باذن الله راح يكون رافد في هذا ان شاء الله، لان في النهايه حن المعروف كل شيء يتغير، الشيء الوحيد الثابت هو التغيير. نعم. إيه اللي هو مستمر علينا، فاحنا علينا ان احنا نعرف متى نتأقلم وكيف نحدد اولوياتنا ونحدد المبادئ الرئيسيه اللي من خلالها نتحرك. نعم. والاصدار الاخير هو قائد الحريه، اتوقع ايضا يتكلم في جانب اخر من التنميه البشريه. اي نعم. قائد الحريه هو مفهوم لدراسه الفجوه الفكريه بين الاجيال. احنا اليوم نتكلم في بسبب تسارع التكنولوجيا وسر ووفرة المعلومات، اليوم يخلق عندي أجيال متفاوتة في فترات قصيرة، يعني مفهوم أو تعريف الجيل اختلف. قبل كان يقاس بالأعمار، ببعض الصفات اللي تشبك مجموعة معينة، اليوم أصبح أنت كل 4-5 سنوات تشوف في فكر جديد يطلع. إذا كان عندك أخو أكبر أو أصغر، يا هو يشوفك أنت أولد سكول أو أنت تشوفه من الجيل الحاضر اللي قاعد يجيب أفكار جديدة ما نحبذها إحنا. فحاولنا من خلال هذا الكتاب نشرح بعض المبادئ الرئيسية اللي للأجيال، سواء كنا الأجيال اللاحقة أو السابقة، أن نفهم بعض واللغة اللي نتكلم فيها. إذا كانت السعادة هي تختلف عندي أنا كجيل وعند الجيل اللي جاي، ف كيف احنا نقدر نفهم لغة السعادة عند هذا الجيل وعند هذا الجيل. نعم. هذا اللي حاولنا نوضحه. يعني مداخلات جميلة تقدمها في هذا الإصدار أستاذ وهيب سعيد الكمالي، وسعيدين بهذه الإصدارات، وأنت فعلا رافد لمجال التنمية البشرية وأيضا للساحة الأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سعدنا بهذا اللقاء، ويجمعنا دائما معرض الشارقة الدول الكتاب مع المبدعين الكتاب الذين نفتخر بإصداراتهم وبأقلامهم أيضا الراقية والقيمة. شكرا أستاذ وهيب سعيد الكمالي، ونلتقيك بإذن الله في المنصات الثقافية الأخرى في إمارة الشارقة لأنها لا تنتهي. صحيح. شكرا جزيلا، وأنا محظوظ جدا بأن أكون ضمن ختام المسك أو مسك الختام في هذا المعرض، وإن شاء الله لنا لقاء. شكرا بإذن لكم. الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم، وأيضا ننقلكم إلى أجواء المعرض لترون ما هي الدقائق الأخيرة من هذا المعرض وكيف تسابق الجميع حتى يقتنص آخر الفرص من هذا المعرض.